ملخص للأفكار الرئيسة للمحاضرة الأولى. في هذه المحاضرة تمت الإشارة إلى النظريات والمفاهيم الحديثة، وتحدثنا عن 3 نظريات ومفاهيم إدارية حديثة. أول نظرية هي نظرية النظم. أشرنا في هذه النظرية إلى عناصر النظام، وقلنا أن عناصر النظام تتكون من مدخلات وعمليات ومخرجات، بالإضافة إلى التغذية الراجعة. وقلنا أن التنظيم ينشأ استجابة لحاجة اجتماعية، وأن التنظيم يتكون من مجموعة من الأنظمة الفرعية، وأن الإنسان هو الأساس في قيام أي تنظيم. كما أن التنظيم يؤثر ويتأثر بالبيئة المحيطة، فيتأثر بالنظام الاجتماعي ويؤثر في النظام الاجتماعي. الأسلوب الثاني هو الإدارة بالأسلوب، الإدارة بالأهداف. في أسلوب الإدارة في الأهداف أشرنا إلى أن هذا الأسلوب ظهر في 70 القرن الماضي، وأن هناك مبادئ تحكم أسلوب الإدارة في الأهداف. من ضمن هذه المبادئ مبدأ المشاركة ومبدأ تحديد الأهداف. كما أشرنا إلى تقويم فعالية الأهداف، والإشارة إلى مميزات استخدام الإدارة في الأهداف، وأشرنا إلى العديد من المميز. كما تمت الإشارة إلى مراحل تطبيق الإدارة في الأهداف، وأشرنا إلى 6 مراحل لتطبيق الإدارة في الأهداف. من ضمن هذه المراحل وضع الأهداف العامة، تقويم الإمكانيات المادية والبشرية للمدرسة، اشتقاق الأهداف العامة، توزيع المهام والصلاحيات، التنفيذ والتقويم. في الهندسة الإدارية أشرنا في الهندسة الإدارية إلى مفهوم الهندسة الإدارية، كما تمت الإشارة إلى العمليات الإدارية وإلى مراحل تطبيق أسلوب الهندسة، وأشرنا إلى 5 مراحل أساسية لتطبيق أسلوب الهندسة الإدارية. أول مرحلة مرحلة الإعداد والتمهيد، وثاني مرحلة مرحلة التحديد، وثالث مرحلة مرحلة التشخيص والتحليل، المرحلة الرابعة مرحلة إعداد التصميم، ثم المرحلة الأخيرة هي مرحلة التطبيق. كما أشرنا إلى مبادئ الهندسة الإدارية، وأشرنا إلى أنه من ضمن هذه المبادئ البدء من الصفر، وأن هذه إعادة الهندسة العملية الإدارية تستهدف العمليات والأنشطة وليس التنظيمات. وقلنا أن التركيز على الأنشطة والعمليات الأساسية الهامة، كذلك الاعتماد على التغيير الجذري للعملية الإدارية، بالإضافة إلى استخدام تقنية المعلومات الإدارية الحديثة. آخر مبدأ من مبادئ الهندسة الإدارية تطبيق الهندرة أو الهندسة الإدارية من قبل فريق تخصصي من داخل وخارج المنظمة.